من مسيرين حاليين للنادي الهاوي والنادي المغترب لفريق شباب وجدان، من لاعبين والطاقم الفني الذين ساهموا في ادخال الفرحه والبهجه لانصار شباب وجدان. هذا الفريق الذي لا يقتصر على المدنيه او على بلديه وجدان او على ساحه دول المعين، بل يقتصر على كل ولايات الوطن التي تعشق اللونين الاحمر والابيض. في هذه الليله التي ولا احد كان يتصورها بان هذا الفريق الذي بدا الموسم بصعوبه كبيره بانه سيتوج بكاس الجمهوريه، ليست لغه شعريه ولكن لغه ترحيبيه، لغه تخرج من اعماق القلب، لاننا كاعلاميين وكبنا معاناه نادي شباب الوجدان، النادي الوحيد الذي يحمل اسم شهيد، النادي الذي يرسه رئيس بلديه الذي هو ايضا كان مناصرا ووقف وقفه رجل لهذا الفريق، طبعا وفقه اعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلديه محمد بن وجدان. اذا هي وصله ترحيبيه تكريميه للاعبين للزكتور اللي كانوا بحق رجال فوق ارضيه الميدان وطيله الموسم. سيد علق ارتبط باتحاد العاصمه بالفعل كلاعب كمسير كف استطاع ان يعيد الفريق لاتحاد العاصمه، ولكن بالفعل بالحنكه بالخبره بالتجربه بالدسائس التي كانت تحاك ضد الرجل استطاع بالفعل ان يحقق البقاء وان يتوج بكاس الجمهوريه وان يعاد الاعتبار لهذه الشخصيه الرياضيه التي هم مشت في سنوات لاسباب يعرفها العام الخاص. لكن عداله الله هي فوق الجميع، الرجل يعود من اوسع الابواب وهو مطلق كل جماهير شباب وجدان، انصار شباب وجدان، لان يبقى الرجل لتسيير الفريق لمرحله قادمه. لكن كل الاكيد انها ستكون مرحله التدويجات ومرحله عوده لوغرون شباب الى منصه التدويجات. الجمهور ولا اروع من احسن الجماهير التي تابعناها هذا الموسم كاعلاميين. اذا هي حفله اليوم عائله شباب بن وجدان، ونخلي بن وجدان وابن شباب بن وجدان صالح وكلي يرافقكم خلال هذه السهره. ان يكون ابنها ومناصرها وهو ايلامي شاب كان معنا في تلفان حتى يكمل السهره تنشيطيه تكريميه. ونذكر كما قلت النادي الهاوي مرزاق ايضا لعب دور كبير وعلى راسهم سعيد شدو في كل اعضاء، لان الظروف كانت جد صعبه ومجريه، وحتى شوشار وحتى اسماء كثيره وحتى اسماء التي سالت في عاده الفريق اليوم. ما نطولوش عليكم ندخلوا مباشره في البرنامج ديالنا قصه اليوم، واول كلمه راح يلقيها اليوم هو واحد من الناس اللي ماهوش وليد بن وجدان، لكن لما جاء بن وجدان انا كنت صغير وشفتو رجع سيد الشيخ الامام افقد حمويه امام وخطيب نادي مسجد الاصلاح في بن وجدان، باش هو اللي بغى يعطينا الكلمه الاولى لتفتح بها السهره تاعنا اليوم. السلام عليكم. لأول مرة تقريبا نحضر حفل رياضي، حفل عائلي، حفل يكرم فيه أبناء حي بن وجدان. بن وجدان روح، بن وجدان يعني حتى الناس اللي ربما لاعبين تاع الفريق اللي ربما مستخدمين في فرق أخرى ولا مناطق أخرى يعرفوا، حتى ربما ولاد بن وجدان ما يعرفوش واش هي بن وجدان. بالوزداد هي القلب النابض تاع افريقيا، ولهذا انا نطالب الان القائمين على شركه مدار وقائمين على الفريق سي سعيد عليق وكل الناس اللي انا الشيخ عبد القادر ما نقبلش غيركم ضامنين. حاسبوني بكم ضامنين هكذا الشيخ سعيد، حاسبوني بكم ضامنين.
إلا ما كانش منتظرين ما تفهمناش. إذن فلازم نعرفوا حنا بلي رانا نفذوا ألوان ماشي سهلة. هذا التاريخ تأسس عفوا سنة 62. علاش 62؟ علاش ماشي من قبل؟ ما عندهمش الفوتبال في بيكون ولا؟ ما كانش الناس اللي تحب الفوتبال، كاين ناس تحب الفوتبال. لكن هذا التاريخ أنا بالنسبة لي عميد الأندية الوطنية، عميد الأندية الجزائرية، الفريق الوطني هو فريق محمد بن وزدان. لأنه تأسس تحت الراية تاع الشهداء. نتكلموا على معاني وطنية، معاني عميقة، معاني قوية. فهذا الفريق أنا سعيد بحضوري معكم وتقاسمي معكم هذه الفرحة هذه وتشريفي بهذه الكلمة في هذا الناس الطيبين، هذه الوجوه الكريمة من المؤسسين، القائمين، اللاعبين، المحبين. أنا نحب الوزداد وإن شاء الله نعيش معهم ونموت معهم إلى آخر نهار ونفرح معهم بإذن الله. وبارك الله فيكم. سي محمد عمر يتفضل معنا. ضيوف عاملين سعود بلال وسي علير. بون نهضرش بزاف شو كان نحكي من هيك رحت الصباح مي اون فراز برك سيربي صح وقفنا كاع وحوسنا على شركه وحطيناها في امينه مي سيربي عندها اولادها وعندها رجالها وعندها اللي مازالهم مطفين على رجليها. حنا نحوسوا على ستابيليتي ديال ليكيب اون ريميرسي بزاف مسيو عليك لو ترافاي بروفيسيونيل اللي جابه. On est tous derrière la réussite à CRV. Je te remercie la société de Panta à la Razha Siamara, qui a vraiment eu un anasinofé à la BG. On remercie M. Alek, le staff technique à la Razha M. Amara, et Amaroj Bakhti et consorts, tous les joueurs et surtout les supporters. Les supporters à l'Inde. CRB, elle est bien gardée par ses supporters. On est là. Je suis un supporter. Je ne suis pas le CRB, au contraire. Je suis le CRB, je suis la stabilité. Et on est tous derrière la société Mata et M. Aller. Salam alaikum. الجمهور الرياضي على باله كامل انه شباب بوزداد لما كان يعاني كان الوحيد لا بعد التعادل مع بارادو بعد الانقسامات اللي كانت في بدايه الموسم كان الوحيد اللي كان يقول باللي شباب بوزداد يبقى وكان حتى حبيب شخصي بيني وبينه انا شباب بوزداد يبقى خوش ما عمروش المدرب المسائي شباب بوزداد اللي نعرفوه شباب بوزداد لكن حبه للنادي هذا الكبير خلاه يقدم كل ما عليه حتى شباب النتيجه نتاعو مع الانصار حتى هما صح اخو Thank you.
هل يسألوك هل يسألوك تحتني شريك في العزيز هل يسألوك